اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناة الألمانية فرصة. معكم براء، واليوم موضوعنا راح يكون اسرار حرف الجر اوف. حرف الجر اوف طبعا له استعمالات كتير، بيجي مع الداتيف، بيجي مع الاكوزاتيف، بيخربط، وفي له مناطق معينة ممكن يجي كدلالة على مكان وممكن يجي كدلالة على زمان. فاليوم راح نفرق بين الاثنين، رح نشرح ايمت بيجي كمكان وشو معناته، وايمت بيجي كدلالة على زمان وشو المعاني اللي بتجي هنيك. وهذا الفيديو هو مقتبس من فيديو قديم نحن عملناه، ولكن حبيت اقصر المعلومات احطهم بفيديو واحد على السريع للي حابب يشوف اهم الاستعمالات الشائكة لحرف الجر اوف. فمن دون ما نطول عليكم كتير خلينا نبلش. طبعا المعنى البسيط لاوف واللي بنعرفه كلياتنا انه اتفاس است اوف اتفاس، يعني شيء على شيء. يعني هو نفرض الكتاب على الطاولة مثل ما شايفين هون، داس بوخ ليكت اوف ديم تيش. هاي جملة بسيطة بنعرفها كلياتنا، هون بمعنى على. اين الكتاب؟ الكتاب على الطاولة، داس بوخ ليكت اوف ديم تيش. وهون حاطط لكم اياها باللون الاخضر لان هون بتعطي دلالة مكان. هلا اللي بعدها عندنا Sie ist noch auf der Grundschule. Sie ist noch auf der Grundschule. هون القصد انه عندي بنت صغيرة لسه بتروح للمدرسة الابتدائية. ما زالت تذهب الى المدرسة الابتدائية. هاي هي الترجمة الحرفية. هون قصدنا نحن انه Sie geht auf die Schule und genau auf die Grundschule. يعني المدرسة الابتدائية. عندنا كمان auf Platz 1، يعني في المرتبة الأولى، ولنفرض بالمسابقة أو بترتيب معين. شي شخص ممكن يسألني was ist dein Lieblingsgetränk، ولنفرض فينك تقول كافي steht für mich auf Platz 1، يعني القهوة بالنسبة لي هي بالمرتبة الأولى، يعني أكثر شيء أنا بحبه. اثنين عندنا auf Wunsch، يعني حسب الطلب، يعني على الطلب. يعني ولنفرض ممكن تقول كمان wir haben Kuchen auf Wunsch، يعني عندنا كيك حسب الطلب. يعني ممكن اسوي لك كيك شوكولا، حليب، يلي هو ممكن نزينه بطريقة معينة بتشوفها كتير بالإعلانات وخصوصي بالمطاعم وهيك محلات. بعدين عندنا استعمال هون بشوفه كتير طبعا بالمناطق الرسمية، der Termin wird auf كذا فشوبن. يعني ونفرض عندي موعد يوم الاثنين ما زبط، الموظف تبع المحل او الشخص اللي متوعد معه انا بده يأجل، فبيقول لي ايش مشت دين تامين فشيبن. فرشيبن هون يعني انه ادفش، هي من شيبن انه ادفشه على غير وقت. فشيبن يعني اغير وقته، اغير محله. هون الاوف دلالة زمن. هون بقول مثلا auf Dienstag، او مثلا اليوم اللي بدي أأجل عليه، او مثلا حتى الساعة، يعني auf 8 Uhr ولنفرض كمان بقدر اقول هيك. عندنا كمان von einem Tag auf den anderen، يعني من يوم لاخر، دلالة على انه فجأة، هذا معنى. والمعنى الثاني انه من يوم ليوم، يعني بشيء متواصل. فهي هي بعض الجمل اللي ممكن تورد معي. نجي هلا نشرح الفكرة، شو الفرق بين لوكال والتمبورال. لوكال يعني رح يجاوبني على فو او فوهن، هذا شيء من اساسيات اللغة بنعرفه. هذول هن السؤالين، يعني الى اين او اين. مثل ما حكينا بالمقدمة داس بوخ ليكت اوف ديم تيش، يعني الكتاب على الطاولة، هو السؤال اين الكتاب. فو است داس بوخ، داس بوخ ليكت اوف ديم تيش. في عنا كمان ist noch auf der Grundschule، هاي سمعناها من شوي كمان. sie ist noch auf der Grundschule، نفس الشيء، يعني هو يذهب الى المدرسة الابتدائية، هذا المكان اللي بيروح له. geht auf das Gymnasium، يعني يذهب الى المدرسة الثانوية. هون نقصد نحن انه بزور المدرسة الثانوية، نفس المعنى يعني. واثنيناتهم مكتوبين هون باللون الاخضر، مثل ما قلنا اللوكال رح يكون باللون الاخضر. فهذا هو استعماله كدلالة مكان، نعرفه اللي هو على أين شيء، على شيء، أو ولنفرض أين تذهب
ممكن أوقات تستعمل مع الأماكن أوف، ممكن كمان تقول إش جي أوف ماين زيمر، يعني سأذهب إلى غرفتي هون، ولكن الواحد بيستعمل إن أوف ممكن استعمله واحد من أحرف الجر اللي ممكن الواحد يحطها بهاي الجملة. طبعا أحرف الجر مرنة جدا، فنحن بنحاول نعلمكم أفضل مكان لأنك تستعمل هذا حرف الجر، ولكن هو ممكن يجي بمعاني كثيرة ممكن ما تسمعها أبدا على الشارع، فهدول ما بنركز عليهم كثير. هلا هون بنوصل بقى للمنطقة الشائكة اللي هي التمبورال، دلالة الوقت. فيرند أو باي يعني أثناء شيء، فهذا الشيء راح يكون دواء يعني مدة، زايت بونكت يعني نقطة زمنية، أو زايت شبانن يعني مجال زمني يعني من كذا إلى كذا. فبنجي على أول مثال قبل ما نبلش على السريع، إذا عجبكم هذا الفيديو وإذا عجبتكم المعلومات اللي عم نطرحها أعطونا لايك، شاركوا الفيديو، اشتراك بالقناة، مشكورين كتير. Er ist auf der Party، هو في الحفلة، معزوم على الحفلة هو هلا هونيك. في عنا كمان Er ist auf einer Hochzeit، يعني هو في زفاف، يعني عم بيحضر زفاف شيء شخص، عم بيحضر عرس. في عنا كمان Wir haben uns auf einer Party kennengelernt. هون نرجع منذكر هون باللون الأزرق يعني دلالة وقت. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt. هون القصد إنه نحن تعرفنا على بعض أثناء حفلة، لما كنا بحفلة التقينا بعض بحفلة معينة. عنا بعض الجمل كمان تفيدني وكتير سهلات إنه أتعلمهم وأحطهم بالفقرات اللي أنا بكتبها أو بحكيها. فعنا auf längere Zeit يعني لفترة مطولة، مثلا هون مثال طبي Es ist mit Krankheiten zu rechnen، ترجم هاي الجملة Es ist يعني إنه mit Krankheiten يعني الأمراض zu rechnen يعني حساب، يعني هون بدك تحسب حساب أمراض إذا، هون بنكمل wenn إذا man auf längere Zeit keinen Sport macht. Wenn man auf längere Zeit keinen Sport macht. يعني إذا الشخص ما مارس الرياضة لفترة مطولة. Auf längere Zeit لفترة مطولة. Kein Sport machen. وهون في عنا keinen Sport machen. فعدم ممارسة الرياضة لفترة مطولة يؤدي إلى الأمراض. أو هون الترجمة الحرفية رح تحسب إنه رح يصير في أمراض إذا ما مارست الرياضة لفترة مطولة. وآخر واحدة عنا auf Dauer يعني بشكل مستمر، وعنا المثال هون Es wird nicht empfohlen يعني لا ينصح به، إنه لا ينصح به Es إنه لا ينصح به wird nicht empfohlen auf Dauer يعني بشكل مستمر أو بشكل دائم in der Sonne zu stehen يعني الوقوف تحت الشمس. فترجمت الجملة هي لا ينصح بالوقوف تحت الشمس لفترة مطولة أو بشكل دائم، لأنه طبعا بتأدي لأمراض جلدية والآخرة. فهي نصيحة طبية كمان، طبعا واضح معناتها بشكل مستمر بشكل متتالي أو في دواء لمدة طويلة يعني. وهيك نكون وصلنا لختام الأفكار اللي حبيت أطرحها أنا اليوم بهذا الفيديو. عنا نقاش سريع، إذا بتريدوا خلوكم معي معلش شوي. حابين إحنا نركز اتجاه الفيديوهات واتجاه المعلومات اللي عم نقدمها، وكذلك نوعية التقديم وطول الفيديو وإلى آخره. في شغلات نحنا حابين ناخد رأيكم فيها، فأعطونا بالتعليقات هذا الحكي. وغير هيك رح ننزل استفسارات في الأسبوع القادم، جاوبونا عليهم، أعطونا رأيكم، لأنه حابين نغير نوع الفيديو ليكون هو الفيديو اللي انتو عم بتدوروا عليه والفيديو اللي انتو رح تشوفوه من الأول للآخر وتستفيدوا من المعلومات اللي جواته. وغير هيك حابين نحن نعمل فيديو أو فقرة بالفيديوهات أسبوعيا لتعليقات الجمهور، كونه بيجينا تعليقات كتير ومنحب نجاوب عليهم. والصراحة الجواب على الكتابة ما بيفيدنا ولا بيفيدكم، لأنه في أمور صعب نشرحها من دون كلام ومن دون مشوبرة وكتابة وإلى آخره. فقولوا لنا
حابين تشوفوا فيديو كامل نجمع فيهم التعليقات ونجاوب واحد واحد ورا بعض، ولا نحط مثلا بآخر كل فيديو نحط تعليق أو تعليقين من آخر فيديو ونجاوب عليهم من تعليقات الزملاء؟ أعطونا رأيكم، يعني هذا الحابب أوصل له. كان معكم براء، هاي الألمانية فرصة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم وتكونوا بألف خير.